لو تتحط في موقف محرج لما تقابل حاجة تنرفز ايش تسوي وايش تسوي وايش تسوي. الحياة مجموعة من المواقف وكل واحد فينا يتصرف بطريقة الخاصة. حمد نفس الموقف ممكن يكون له أكثر من ردة فعل. ممكن تسليم أمشي وأنا نايم. الريال اللي يالس وراك من أول ما جلسنا ما نزل عيني عليه. لو أنت حطيت في مثل هذا الموقف كيف تتصرف؟ أنت واحد ما تستحي على دمك. فكر إيش تسوي؟ كان لازم ينضرب. إيش تسوي؟ الاثنين 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:00 بتوقيت مكة على أبوظبي الأولى.